عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن حاجة ادفانسد شوية او حاجة مفيدة شوية في فيجما اسمها الاوتو لاي اوت. قبل ما نبدأ نتكلم عنها، هي هتفيدنا بقى في احنا المفروض ان احنا كنا الفترة اللي فاتت بنشتغل على اللو والميد فيداليتي ديزاينز بتوعنا. المفروض بقى هنبدأ خلاص وانس ان احنا ظبطنا اليوزر فلو واستقرينا على بالظبط ايه الاستراكشر او اللاي اوت بتاع الواير فريمز او بتاعة الديزاينز بتاعتنا. هنبدأ نحولها للهاي فيداليتي، واحنا بقى بنظبط الهاي فيداليتي واير فريمز بتاعتنا. هيبقى مهم قوي ان احنا ناخد بالنا من حاجات زي السبيسنج، ان يبقى في عندنا كونسيستنسي. لو عملت حاجة لها أبعاد معينة، أو مثلا التايتل بيبعد 8 بكسل عن الكونتنت بتاع البادي، يبقى المفروض إن أنا بميك شور إن حاجة زي كده تبقى consistent معايا على طول. مش عارفة السبيسنج بين elements وبعضها كان 4 بكسل، يبقى المفروض يفضل السبيسنج ده ثابت معايا و consistent معايا. فاللي بيفيدني في الكلام ده حاجة بقى هناخدها النهاردة، اللي هي الأوتو لاي أوت. قبل ما نشرح إيه الأوتو لاي أوت، لو بصينا على كارد زي اللي قصادنا دي وعايزين نكريتها بالطريقة العادية اللي احنا عارفينها لحد دلوقتي، ممكن نكريت الكارد دي ازاي؟ احنا زي ما قلنا اي عنصر بنبص عليه بنحاول نحلله للبيسك elements بتاعته. لو بصينا على الكارد دي احنا ممكن نقول ان انا عندي ريكتانجل او السكوير ورق اهو اللي هو الابيض ده، فببساطة هعمل ريكتانجل عادي واديله ستروك واخلي الراديوس بتاعه ممكن 4 بكسل مثلا. وبعد كده عندي هنا الايمج، يعني اعتبره دي ايمج عادية مش شرط نعمل دايرة ولا حاجة، فبرضه هنحط هنا ايمج يا اما بقى كنترول شيفت كي ونجيبها من الديسكتوب ونظبط ابعادها، او نكريت ريكتانجل ونعمل الفيل بتاعه بالايمج. بعد كده عندي هنا الافاتار او البروفايل بيكتشر، فدي عبارة عن سيركل واخدة راديوس ومحطوط جوه منها الصورة او الايكون بتاعت فيجما او اللوجو بتاعها يعني. وبعد كده ده تكست عادي، وبعد كده دول 3 ايكونز ممكن نجيبهم من اي بلوجن، وده تكست عادي. اللي هيبقى فاضل عندنا ان احنا نفضل بقى نظبط السبيسنج، يعني مثلا هنا عندي بادنج 16 بكسل وهنا بادنج 16 بكسل، يعني نظبط الحاجات دي نشوف المسافات بين العناصر وبعضها قد ايه. ببساطة لو جينا نعمل الكلام ده مع بعض دلوقتي، ايه دي هنا اهو، انا مش هلتزم بالظبط يعني بالجيم، ممكن نشوفها هنا اهو. ايوه، نخليه لونه ابيض ونديله الستروك اللي قلنا عليه ممكن يبقى 4، ونخلي الراديوس بتاعه 4 او ممكن 8. فاضل نديله فيل عشان هو دلوقتي مفهوش فيل. اوكي كده احنا كريتنا البازي بتاع الكارد، عايزين نحط جوه منها الصورة برضو عشان انا مش عارفة هي قد ايه بالظبط اهو. دي المفروض تبقى نص ده، فاحنا اوريدي فيجما بتدينا اللي هي اللاينز او الجايد لاينز دي كده، فانا دلوقتي هي محطوطة في النص. ممكن نديها اللون اللبني ده كده، ونديها برضو radius. تمام، والستروك. بعد كده خلاص ظبطنا دي، عايزين نعمل بقى الافاتار. نعمل circle هي، عايزين نديها ستروك عشان تبان.
الحاجات بتدخل جوه علشان الفريم ده، او ده الافاتار بتاعنا. وبعد كده عايزين نحط التايتل بتاع الكارد، التكست عادي، ونحط فيه كلمة فيجما بس نكبره شوية، نخليه بولد. اوكي ادي الكلمة اهي. بعد كده عايزين نحط الايكونز، ممكن من ايكونيفاي وندور على الايكونز اللي احنا عايزينها. انا اوريدي كنت مجهزاهم من شوية. لما حطينا الايكونز عايزين نميك شور ان ال زي ما السيركل دي كانت النهاية بتاعتها ماشية مع نفس الالاينمنت بتاعت الصورة اللي فوق، برضو عايزين نميك شور ان الكلام ده بيحصل من الناحية التانية. فهنحط مثلا الجايد لاين ده هنا، بعدين دي، وبعدين الايكون دي، والايكون دي. المفروض ان انا برضو باخد بالي من حاجة تانية، ان السبيسينج يبقى واحد، يعني مينفعش اخلي بين دي ودي مثلا 23 بكسل واجي هنا اخليها لا 24، فحتى البكسل بيفرق. طب اظبطها على قد ايه؟ على حسب احنا عايزينها بقى ايه المناسب. ممكن نخليها 12. وبعد كده عايزين نتأكد ان هما alignment واحدة horizontally، فهبدأ اسلكت الحاجات دي كلها وأتأكد إن هم على نفس ال alignment horizont. بعد كده عايزين آخر حاجة هنحط التكست بتاع البازي. ممكن ناخد نسخة من ده بس نخليه semi bold ونخليه 18 مثلا، ونحط جوه من التكست بتاعه. هو كده خرج عن البادي بتاع الكارد بتاعتي، فهبقى المفروض ان انا اخليه زي ما قلنا انا ملتزمة بالالاينمنت بتاعتي او بالسبيس اللي انا بحط فيه حاجتي. وبرضو عايزة اشوف انا هخليه على بعد قد ايه من الكونتنت اللي فوق، فقلت ممكن احط 16 بكسل. فكده نوعا ما عملنا الكارد بتاعتنا. الفكرة شفتوا احنا خدنا وقت فيها قد ايه وعمالين نظبط، طب يعني السبيسينج بتاع الحاجات، وكل شوية نتأكد، وده لو خرج بره لما كان كده قعدنا احنا نظبطه بنفسنا، والسبيسنج ده احنا اللي ظبطناه والكلام ده كله. ولو دلوقتي جينا كبرنا الكونتنت ده هنلاقيه خرج عن الكارد نفسه، لا عشان نظبطها تاني هروح ماسكة الريكتانجل ده واقعد اشوف انا سايبة 16 بكسل او 32 بكسل ولا لأ، وهكذا. فكل ما عدل في حاجة، او لو قررت مثلا خلاص انا رضيت عن الكارد دي وعايزة دلوقتي هعملها بقى جروب، يعني مش هينفع اسيب الاليمنتس دي كده، عملتها جروب، قررت ان الكارد بتاعتي التكست اللي جوه ده مثلا 18 ده كبير قوي، انا عايزاه 16 بس. فدلوقتي الكارد لسه بقى فيها هنا سبيسنج زيادة، انا كنت قايلة انا عايزة 32 بكسل لسه من تحت، لما صغرت التكست بقى عندي 52 بكسل. فهضطر انا مانيوال اروح امسك ده واعدله لحد ما يبقى 32 بكسل. فالفكرة ان كل اي اديت هعمله، لو قررت اخلي الكارد العرض بتاعها اكبر شوية، شايفين الاليمنتس دي بتتمط معايا بيحصلها ستريتشنج، فاي عملية اديتنج عندي هتبقى تيديس قوي وهيبقى موضوع مرهق. فهنا بقى هيجي دور الاوتو لاي اوت. ايه الاوتو لاي اوت؟ الاوتو لاي اوت ببساطة هو حاجة بتساعدني ان انا اعمل فريمز تبقى ريسبونسيف او سمارت اكتر، بحيث ان هي بتادابت للتغيرات بشكل سموز وسهل خالص، وبتساعدني بعد كده ان انا اعمل بقى كومبوننتس وحاجات تبقى ادابتيف. بس لسه لما نبقى نتكلم على الكومبوننتس. هنبدأ بقى نعرف الاوتو لاي اوت بنجيبه منين او بيشتغل ازاي. هو مبدئيا ممكن نعتبره نوع من انواع الفريمز. لو عندي مثلا شوية ايكونز زي دي، او خلينا نرجع للايكونز بتوعنا اللي كانوا هنا اهو،
اوكي لو عايزة بقى الايكونز دي انا السبيسنج بتاعهم ما هو مش مظبوط، واحدة طالعة فوق وواحدة تحت وكده، وخلينا ناخد كمان نسخة منها كده. الايكونز دي انا عايزة اعملهم جنب بعض يبقى السبيسنج بتاعهم مظبوط وكده، بدل ما هقعد انا بنفسي امسك دي واشوف هي على بعد 11، فيبقى دي كمان على بعد 11، ويبقى دي على بعد 11، واقعد انا اتاكد بنفسي طب لو قررت ازود يبقى انا همسكها مانيوالي واقعد اظبط الحاجات دي. لا، وهم لسه متوزعين في البدايه كده، انا ممكن ببساطه اسلكت عليهم كلهم واضغط في الكيبورد شيفت اي. هو دلوقتي عمل ايه؟ هنلاحظ هنا في الجنب هو كريت لي فريم زي ما هو مسميه هنا، بس الفريم ده علامته او الايكون بتاعته مختلفه شويه عن علامه الفريم العاديه اللي هي شبه الشباك. ليه؟ لان ده اوتو لاي اوت فريم، حتى هلاقي في الجنب هنا اوتو لاي اوت. ايه بقى الاوتو لاي اوت فريم؟ هو عمل لي لاي اوت اوتوماتيكلي، ظبط الحاجات جنب بعض. هو في البداية قبل ما نظبطهم هو حد متوسط او المنظر العام بتاعهم ان هما غالبا الحاجات دي ممكن تتظبط مع بعض هوريزونتلي مش فيرتيكلي، فعشان كده لما عملت شيفت ايه او اوتو لاي اوت خد متوسط المسافات بينهم وظبط لي الحاجات دي فيرتيكلي. فأنا كده استفدت إيه؟ مبدئيا هو ظبط الحاجات كلها مسافات متساوية دلوقتي، ولو عايزة أعدل أنا حاسة المسافات دي كبيرة قوي، ببساطة هضغط كليك هنا في أي مكان بينهم هيظهر لي ده، وأدخل أنا عايزة مثلا يبقى السبيسنج بينهم 16 بكسل فظبط لي السبيسنج. طب لو أنا مش عايزة أدخل قيمة معينة، أنا عايزة أنا أجرب لحد ما أحس إن هي ظابطة، هضغط هنا في التاتش باد أهو أو بالماوس وعمالة أظبط أحرك يمين وشمال وأظبط السبيسنج بين. دي طريقة تانية. طب افرض أنا مش عايزة أظبط من هنا، ممكن أجي في الجنب هنا هلاقي السبيسنج بتاعهم ال horizontal spacing between items وأدخل الرقم اللي أنا عايزاه. فدي كلها كده الطرق اللي أنا ظبطت بيها السبيسنج بين الحاجات دي وبعضها. طيب افرض أنا ما كنتش عايزة الحاجات دي تبقى ال auto layout بتاعها هوريزونتال زي ما هو عملها كده، لا انا عايزاها تبقى مينيو فيرتيكلي مثلا. فببساطه لو جينا في الجنب هنا هلاحظ الدايركشنز، الاوتو لاي اوت له سبيسنج اللي احنا لسه لاعبين فيه من شويه، له دايركشنز اللي هو الاتجاه بتاع الحاجات دي هيبقى ايه. فحاليا هو خدها قدر ان هي هتبقى هوريزونتال لاي اوت، طب لو ضغطنا هنا على الفيرتيكال هيظبطهم بنفس ترتيبهم بس هيخليها فيرتيكال. فده كده كان السبيسنج الدايركشن بتاعي. وبرده نفس الحاجات هقدر وانا وهي معمولة كده هقدر اظبط بقى في البادنج بتوين الايتمز اللي عندي. طيب ايه تاني عايزين دلوقتي نعمل؟ باتن احنا في العادي لما بنيجي نعمل باتن بنعمل ايه؟ بيبقى ببساطة بنعمل ريكتانجل ونحط جوه منه التكست بتاعنا، وبقعد اظبط التكست بتاعي اقول هيبقى في النص كده واسميه مثلا ده دلوقتي ايه باي ناو مثلا. شايفين انا لما كتبت الكلمة او غيرت فيها دلوقتي ما بقتش في النص، بقى هنا في 59 بكسل يمين و80 بكسل شمال، فهروح برضو انا اظبطها تاني لحد ما ظبطت معايا. طب تمام، هعمل قررت ان ده هيبقى الزرار بتاع الريجستر مثلا، لما غيرت الكلمة دلوقتي وهاجي أبص لقيت ده 72 و69، فمش أدابتيف معايا، هو مش بيظبط نفسه إن هو دايما تبقى الحاجة في النص، لأ أنا اللي لازم أظبطها. طيب نحل ده إزاي بالأوتو لاي أوت؟ ببساطة نفس التكست عندي أهو، هاتوا دي كده ناخد منها نسخة، ده دلوقتي الكلمة اللي عندي، هعمل إيه؟ هضغط عليها شيفت إيه، هلاحظ في الجنب هنا إن هي بقت أوتو لاي أوت. الاوتو لاي اوت ده دلوقتي فادني بايه؟ الاول انا محتاجه اظبطه ان هو يبقى بنفس عرض البطن اللي فوق ده، فيا اما ممكن اشد كده واشد دي كده، تمام هو كده بقت نفس العرض. عايزاها تاخد ستروك الاول عشان تبقى باينه، خلي الستروك بتاعي ممكن يبقى 4 أو 3 كفايه، وادلها radius تمام. الهايت بتاعها دلوقتي لسه مش مظبوط،
بس انا مش عارفه انا عايزه الهاي تي بقى قد ايه بالظبط، هسيبه كده دلوقتي. دلوقتي لسه انا محتاجه دي تبقى في النص، الكلمه عندي عايزاها تبقى في النص زي دي، فهعمل ايه؟ لو جيت وانا واقفه دلوقتي على الفريم ده اللي هو اللي انا لسه عاملاه، هلاحظ هنا في الجنب عندي الالاينمنت بتاعتي تبقى ايه، فهي حاليا معموله على التوب ليفت اللي هي في الشمال هنا. حتى دلوقتي لو جيت كبرت الهايت بتاع البطن هتبان معايا اكتر، هي واخده الكورنر اللي في الشمال. طب انا عايزاها تبقى في النص، يبقى هاجي هنا ببساطه واعمل الاينمنت سنتر، كده ظبطت بقت معايا في النص بالظبط. مهما بقى كبرت او صغرت البطن، شايفين هي دايما ملتزمه بالمكان اللي في النص. طيب ايه تاني عندنا؟ الفكره بقى انا استفدت ايه؟ تعالوا نجرب بقى زي ما كنا بنعمل من شويه. لو جيت كتبت هنا باي ناو، شايفين لو جينا عملنا بقى بالالت دلوقتي، هنا 69.5 وهنا 69.5، انا ما حركتش حاجه وما ظبطتش حاجه، هي ظبطت نفسها. طب لو خليتها كلمه ناو بس، هاجي برضو 95 95، لو حرف واحد برضو ظبط نفسه وبقى في النص. فده اسهل بكتير من ان انا اجيب تكست واجيب ريكتانجل او اجيب تكست واحطه جوه فريم عادي. ليه؟ لان ده هيبقى ادابتيف معايا وهيحافظ لي على الكونسيستنسي اللي عندي. تمام، يبقى احنا كده اتكلمنا على ازاي بعمل اوتو لاي اوت عن طريق ان انا بضغط شيفت ايه وانا عامله سيلكت على العناصر اللي عندي. تاني حاجه اتكلمنا عنها السبيسنج بين الايتمز وبعضها، لما وقفنا على الاوتو لاي اوت بتاعي ولقينا الهاندلز دي كده واتحكمت في السبيسنج باكتر من طريقه. واتكلمنا بعد كده على الدايركشن، ان انا ممكن اجي اقف على الاوتو لاي اوت بتاعي واتحكم في الدايركشن بتاعه. تمام، بعد كده بقى عايزين نبدأ ناخد الحاجات دي بالتفصيل اكتر. احنا لسه متكلمين على الدايركشن البادنج زي ما قلنا، إيه ان انا ببساطة البادنج بتوين الايتمز وبعضها، باجي اقف هنا عليهم في النص واتحكم فيه او ادخل القيمة دايركتلي او اجي في الجنب هنا وادخل القيمة. طيب البادنج بقى الخارجي او المارجنز بتاعتنا بنعملها ازاي؟ تعالوا هنا تاني. دلوقتي ده نديها الاول فيل كده، اخدت باك جراوند، بس حاسين الباك جراوند من فوق وتحت ويمين وشمال لازقه قوي في الايكونز اللي عندي. لو ده ناف بار انا محتاجه مثلا اديله سبيسنج شويه، بريزنج سبيس، فهعمل ايه؟ هاجي هنا في الجنب، لو وقفت وانا عامله سيلكت على الاوتو لاي اوت، هلاحظ في هنا الهوريزونتال بادنج. ايه الهوريزونتال بادنج؟ لو جيت وقفت عليه، تعالوا نجربه، ممكن ادي 16، عمل ايه؟ ساب لي هنا مسافة يمين وشمال 16 بكسل، فده كده الهوريزونتال بادنج. طب لو انا عايزة برضو ادي مسافة فوق وتحت، هاجي بقى هنا على الفيرتيكال بادنج، اديها برضو مثلا 16، بس كانت كبيرة قوي فممكن نخليها 8 مثلا، كده تمام قوي. فهنا حطيت 8 فوق و8 تحت، وادي هنا 16 وهنا 16، فكده ظبط لي السبيسنج بتاعي. فانا دلوقتي بقى عندي ايه؟ عندي السبيسنج بين الاليمنتس وبعضها، وعندي الهوريزونتال بادنج بتاعي او الفيرتيكال بادنج بتاعي اهو. بقدر برضو ببساطة اقف على الحاجة اللي انا عايزة اعدل فيها لك واحدة وأدخل البادنج بتاعي، أنا عايزاه يبقى 4، عايزاه يبقى 8 وهكذا. أو لو أنا مش عارفة قيمة معينة ممكن أقف عليه وأشد بالماوس. فكده ببساطة ده البادنج اللي عندي. إيه تاني؟ فكده لو هتحكم في البادنج اللي في النص بيبقى من هنا أهو. لو عايزة أتحكم في البادنج الخارجي، في البداية بيبقى عندي المنظر بالشكل ده اللي هو horizontal padding اللي هو يمين وشمال، وببدأ أدخله أو ألعب فيه من الكانفا، والvertical padding اللي هو فوق وتحت برضو بدخله. طب لو عايزة قيم مختلفة، ممكن أجي أضغط على الأيكون دي اللي هي بتاعت الindividual padding، هيقسم لي هنا الليفت لوحده، الرايت لوحده، التوب والباتم، وأقدر ألعب فيهم زي ما أنا عايزة. طيب لو عايزين نتحكم في الترتيب بتاع العناصر جوه الاوتو لاي اوت عندي، ببساطة تعالوا نرجع هنا تاني اهو، ادي الاوتو لاي اوت اللي انا عملته. عايزة ما يبقاش انا قررت، لا التاب الاولانية اللي عندي ما تبقاش الكومنتس مثلا، عايزة اول تاب تبقى اللايك، هعمل ايه؟
هاجي اصلا لايك في الطريقه العاديه، كنت هعمل كنترول شيفت جي وافك الجروب ده واظبط الحاجات وارجعها تاني وكده. انما هنا ببساطه هسلكت الحاجه بتاعتي واضغط في الكيبورد على الاروس واحركها اهو، فانا كده اتحكمت في السبيس البليسمنت بتاعتها. فانا عايزه دي تبقى الاول، بعد كده مثلا الشير، بعد كده اللايكس. فببساطة هي بحرك الحاجات وهي بتتحرك معايا ومحافظة على البروبرتيز بتاعتها وكل حاجة تمام. طيب بعد كده عايزين نعمل ايه؟ لو عايزة اعمل نستد اوتو لاي اوت. يعني ايه نستد اوتو لاي اوت؟ تعالوا نرجع للمثال بتاع الكارد بتاعنا. فاكرين من شوية لما عملنا دي احنا مرينا بكام خطوة؟ لو عايزين نكري دي بالاوتو لاي اوت نعمل ايه؟ ببساطة الأول نفك، ناخد منها نسخة عشان نسيب الأصلية. هعمل كنترول شيفت جي عشان أفك الجروب دي وأخد الإليمنتس اللي جواها. تمام، أنا دلوقتي عندي كارد، عندي الكارد محتوى جوه منها إيه؟ عبارة عن صورة والأفاتار الأيكونز وبادي تكست. فخلاص أدي الصورة أهي وأدي الأفاتار عايزين ناخده برضو. وعندي الايكونز بتوعي وعندي البادي تكست. تعالوا نجرب نعمل عليهم اوتو لاي اوت كده. احنا قلنا هنعمل اوتو لاي اوت ازاي، هنسلكت الحاجات دي كلها ونعمل شيفت ايه. ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل ان هو خلاها لي كلهم فيرتيكال وحط لي صفر سبيسنج بينهم وبين بعض. فانا مش عايزه كده، لا انا عايزه الكارد بتاعتي تبقى بالمنظر ده. فهنرجع تاني كنترول زد ونشوف احنا عملنا ايه غلط. عشان الكارد بتاعتي تبقى بالمنظر ده تعالوا نفكر فيها كإليمنتس. دلوقتي أنا عندي إيه؟ عندي الكارد دي محطوطة فوق العناصر دي وبعد كده فوق البادي تكست ده. فخلاص إحنا هنخليها الأول لازم نظبط دول مع بعض، بعد كده نبدأ نحطهم في الأوتو لاي أوت عشان ما يحصلش المنظر اللي شفناه من شوية. طب لا، عشان نظبط دول مع بعض تعالوا نعمل كده شيفت إيه؟ ما ظبطتش برضه. هو احسن من الاول، بس انا عايزه السبيسنج بين الافاتار وكلمه فيجما يبقى قليله قوي، ويبقى هنا في سبيسنج كبير والسبيسنج بين الايكونز وبعدها تبقى قليله عشان نطبق بروكسيمتي صح زي ما احنا قلنا قبل كده. يبقى هنرجع كنترول زد تاني نعمل ايه؟ هنسلكت الاول التو اليمنتس دول مع بعض لان دول انا عايزه السبيسنج بتاعهم يبقى رقم معين. فهنعمل سيلكت للاتنين دول مع بعض ونضغط شيفت ايه او نكريت اوتو لاي اوت ليهم هما بقى، ونتحكم في السبيسنج بينهم زي ما احنا عايزين. فهخليه مثلا 12 بكسل، فكده دي ظبطت. نفس الكلام هنعمله على الايكونز الثلاثة اللي هنا دول، هنعمل سيلكت ليهم ونضغط شيفت ايه فعمل اوتو لاي اوت ليهم هما بس، برضو حافظ لي ان هنا 12 بكسل و12 بكسل. تمام، انا كده دول مظبوطين معايا. فاضل ايه؟ انا عايزة دول بقى مع بعض كده يبقوا هما كمان اوتو لاي اوت، فهضغط عليهم شيفت ايه كده بقوا اوتو لاي اوت مع بعض. الكومبوننت ده كده مع الكومبوننت ده وهو ساب لي سبيسنج بينهم في النص 106 بكسل. فكده دلوقتي بقى عندي كارد وبقى عندي الجزء ده وبقى عندي البادي تكست. تعالوا كده نعمل اوتو لاي اوت بقى دلوقتي. يبقى هسلكت على الكارد وهسلكت على ده وهسلكت على ده واضغط شيفت ايه. وانس ان انا ضغطت عليهم كده الدنيا ظبطت شوية، ما بقاش في مقارنة بأول منظر انا عملته من شوية. بس فاضل لنا ايه؟ هو ظبط السبيسنج، بس احنا عايزين بقى ندي الباك جراوند البيضة اللي عندنا اللي هو البادي بتاع الكارد نفسه. فهاجي هنا في الجنب واعمل فيل، فاعمل لي فيل باللون الابيض اهو بنقرب. محتاجة بقى ايه؟ محتاجة عايزة ادي بادنج من هنا يمين وشمال وفوق وتحت علشان مفيش كارد بتبقى لازقة في المحتوى بتاعها كده. فهاجي هنا على الهوريزونتال بادنج وهدي 16. تمام، سابلي 16 اهو. عايزة فوق وتحت يبقى اكبر شوية فهدي 32. تمام، سابلي اهو ال 32 فوق وتحت. عايزين بقى ندي الستروك هخليه 4 ونديله radius فوق 8 مثلا. بس بعد ما عملت الكارد حاسة ان هنا
البادنج كبير حبة، 32 حاسة تقيلة على عيني، فممكن أضغط عليها مثلا وأخليها 24، حاسة كده بقت أنسب حبة. تعالوا بقى نقارن الكارد دي بالكارد التانية، شايفين دي اتعملت ببساطة ازاي؟ ما عدتش امسك كل ايكون واشوف السبيسنج بينها وبين اللي جنبها، لا ببساطة انا عملت سيلكت عليهم وهو ظبط السبيسنج، وقدرت اتحكم بقى حتى دلوقتي انا ممكن اتحكم فيه براحتي. نفس الكلام على هنا، فكده بقت الكارد ضامنة 100% ان السبيسنج بتاعها مظبوط. طيب عايزين بقى الغرض الاساسي من الاوتو لاي اوت، مش ان هو بس يتشك السبيسنج وكده، ان هو يبقى ريسبونسيف. بس قبل ما نتكلم في الريسبونسيفنس بتاعته، احنا دلوقتي عملنا ايه؟ مش ده كده ده كده اوتو لاي اوت وده اوتو لاي اوت والخارجي كله اوتو لاي اوت، فانا عملت نستد اوتو لاي اوت، واحد جوه واحد جوه واحد. ايه الفكره في ده؟ ان انا مش سهل اني انظم حاجتي كلها باوتو لاي اوت واحد. ليه؟ لان انا هنا عايزه مثلا الدايركشن يبقى هوريزونتال، ده كله على بعضه عايز الدايركشن بتاعه يبقى فيرتيكال، حاجات عايزة السبيسنج أرقام معينة، حاجات تانية لأ. يعني مثلا لو جيت بصيت على ده حاليا، هو سايب لي السبيسنج ازاي؟ عامل لي 20 بكسل بين ال ممكن نسمي ده التايتل مثلا، بين التايتل سيكشن والفوتو، وعشرين بكسل بين البادي تكست والتايتل. لأ أنا عايزة مثلا بدل ما يبقى كلهم 20، أنا عايزة ده يبقى 16. شايفين لما جيت ضغطت هنا هو ظبط في كله 16، بس انا مش عايزة كده، لا انا عايزة دي تبقى 20 انما دي هي اللي تبقى 16. فهعمل ايه؟ ببساطة هضغط على دي وهضغط على دي وخليهم هما لوحدهم اوتو لاي اوت تاني، ضغطت شيفت ايه، فهتحكم في السبيسنج اللي فيها. فشايفين دلوقتي دي بقت 16 ودي بقت 20، عشان نحس بيها اكتر خلوا دي 12 أو حتى خلوها 8. شايفين كده؟ هنا عملت 8 وهنا ال20 بتاعتي اللي أنا كنت سايباها. فكده أنا ظبطت الحاجات عندي، بقت شكلها مظبوط أكتر، وببساطة أي تعديل هعمله هيسمع في الباقي، والحاجات هتبقى consistent عندي. نرجع نكمل كده، احنا اتكلمنا على النستد layouts، ده تاني تذكير بالفيتشرز اللي عندنا. حتى شكل الايكون كويس ان احنا بصينا عليها، شايفين وهي ده كده الايكون دي معناها ايه؟ ان الالاينمنت بتاعت الاوتو لاي اوت هوريزونتال الالاينمنت. ليه؟ لان شايفين الخطوط الصغيره دي خطوط جنب بعضها، زي هنا اكبر اهو عشان تبقى واضحه، الخطوط جنب بعضها هوريزونتلي. طب الفيرتيكال الالاينمنت بتبقى زي دي كده او زي دي، الخطوط تحت بعضها، فده حتى من الجنب كده اقدر اعرف هو او ان الاوتو لاي اوت اللي هنا ده كان معمول فيرتيكال. وقلنا الجزئيه دي او الجزئيه دي اللي هنا دي بنتحكم في ايه؟ ده الدايركشن بتاع الاوتو لاي اوت، انا عايزاه فيرتيكال ولا هوريزونتال. هنا البادنج بتوين الاليمنتس وبعضها جوه الاوتو لاي اوت اتحكم فيها تبقى المسافه بينهم قد ايه، وهنا الهوريزونتال بادنج انا عايزة اسيب مسافة يمين وشمال قد ايه، وهنا المسافات توب وبوتوم قد ايه. او لو عايزة اعمل كل حاجة فيهم برقم لوحده، يبقى فوق مثلا 8 تحت 32 يمين كذا شمال كذا، ساعتها هضغط على الايكون دي بتاعت الانديفيديوال بادنج وابدأ ادخل القيم اللي انا عايزاها. وهنلاقي ان عندنا الجزئية دي بتاعت الالاينمنت، هل انا عايزة العناصر بتاعتي تبقى دايما في الكورنر ده ولا في الحتة دي ولا هنا ولا في النص ولا هنا ولا هنا ولا هنا، بتحكم فيها عن طريق البوكس اللي هنا. طيب في حاجة مهمة قوي برضو عايزين نشوفها، تخيلوا أنا عندي كارد، الكارد بتاعتنا العادية اللي احنا لسه عاملينها دي، عايزة أعمل آيكون تبين الشخص أونلاين ولا مش أونلاين. يعني اعتبره ده كده مش كارد عادية، اعتبره ده مثلا فيجما، دي اعتبروها بني آدم وانا عايزة اعرف فيجما هي اونلاين دلوقتي ولا مش اونلاين. فبنعمل ايه؟ بيبقى عندنا الكورة الخضراء الصغيرة دي، فبعمل اهو الدايرة خليها لونها اخضر. عايزة اعمل ايه؟ انا المفروض الدايرة دي بتبقى مكانها فين؟ بتبقى في الحتة دي كده، لو رسمناها مع بعض هي بتبقى في الحتة دي كده وبيبقى لونها اخضر. فأنا دلوقتي هعمل إيه؟ لو جينا نحط الدايرة بتاعتنا دي هنا،
شايفين ايه اللي حصل؟ هي اتطبق عليها الرولز بتاعت الاوتو لاي اوت، هو حطها لي يعني دي بعد كده دي بعد كده السكشن ده وهكذا. لا انا مش عايزاها كده، انا عايزاها تتحط على الدايره دي، برضو حاولت احطها هنا فدخلها لي جوه الاوتو لاي اوت اللي جوه، كل ما احطها في حته تانية عايزه احطها على الدايره اهو بتدخل جوه الاوتو لاي اوت بتاعها. طب اعمل ايه؟ هقف على الدايره هنا واجي فوق في الـ عند الويت والهايت والاكس والواي والبوزيشننج والكلام ده، هلاحظ هنا في ايكون اسمها ابسولوت بوزيشن. ايه الابسولوت بوزيشن؟ لو تكيت عليها شايفين الاوتو لاي اوت بتاعي رجع عادي اكنه فيجما والدايره بس، والدايره دي دلوقتي اقدر اتحكم فيها زي ما انا عايزه. حتى هنا اخذت الايكون بالمنظر ده ان هي ابسولوت بوزيشن. خليني اصغرها شويه. ايه بقى اللي احنا عملناه ده؟ هي ما زالت لو انا جيت وقفت على الكارد بتاعتي وعملت لها حتى هايد اهو، هي الدايره جوه منها، الكره الخضراء بتاعتنا جوه عادي. بس الفكره ان هي قبل ما اضغط على الابسولوت بوزيشن اهو، رجعت قفلته تاني، اتطبق عليها قوانين الاوتو لاي اوت. ساب لي هنا، يعني انا كنت عامله الاوتو لاي اوت ده انه يسيب لي 12 بيكسل بين كل حاجه وحاجه ويخليهم هوريزونتال، فهي دخلت معاهم في القوانين دي. لا انا مش عايزه كده، انا عايزاها تتحط على الدايره، ما ينفعش. فعشان اخليها لها بوزيشن لوحدها ابسولوت ملوش علاقه بالحاجات اللي حواليها، هي هضغط هنا على ابسولوت بوزيشن واقدر احركها دلوقتي براحتي. خلوني اغمقها شوية عشان يبقى فيه كونتراست حبة. فكده دي فكرة الابسولوت بوزيشن، اي حاجة عايزاها تبقى جوه الاوتو لاي اوت بتاعي بس لها ابسولوت بوزيشن او لها بوزيشن معين ملوش علاقة بالحاجات التانية، هاجي اضغط على الايكون دي. نكمل تاني، احنا كده اتكلمنا تقريبا على كل الاجزاء دي. في بقى حاجة مهمة قوي وهي دي اللي هترجعنا للجزئية اللي قلنا هنأجلها بتاعة ال responsiveness. احنا قلنا من أهم الحاجات في ال auto layout إنه responsive. فاكرين دي الكارد بتاعتي اللي عملتها من شوية؟ لو جيت دلوقتي عملت عايزة أكبر الكارد وأصغرها، شايفين بتبوظ، يعني مش بتظبط معايا خالص. لو جيت حتى عملت كده يعني مش ظابطة خالص. لا أنا عايزة الكارد بتاعتي تبقى responsive، عايزة مثلا لما أكبر لو مثلا التكست اللي عندي ده جوه زاد أهو، نعمل عليه كله سيلكت ما يخرجش بره، أنا عايزة ألاقي التكست عادي يظبط والكارد تظبط حجمها على حجم التكست ده، يعني الكارد تكبر معايا كده وتسيب لي تحت البادنج اللي أنا كنت محدداه. لو التكست بتاعي صغر يبقى الكارد تشرينك برضو معايا وتصغر وتسيب لي دايما بادنج من تحت 32. حاجة زي كده هظبطها ازاي؟ تعالوا نجرب نعمل نفس الكلام ده هنا. لو جيت دلوقتي عملت كنترول في، شايفين الكارد بتاعتي بتظبط ازاي في الهايت بتاعها لوحدها. ولو دلوقتي جيت صغرت التكست بتاعي اهو، همسح ده كله، الكارد بتاعتي رجعت ظبطت نفسها ودايما بتسيب لي 32 بكسل من تحت. طب ازاي ده حاصل؟ لو جينا وقفنا على الاوتو لاي اوت الخارجي خالص اللي هو بتاع البادي كارد اهو، البادي هلاحظ هنا في حاجة معمولة عندي تحت ال width وال height في ال horizontal resizing وال vertical resizing. لو جينا وقفنا على ال vertical resizing، هي واقفة دلوقتي على حاجة اسمها hug contents، أو أكنه بيحضن ال contents اللي جوه منه. إيه hug contents دي؟ hug contents بيشوف كل ال contents اللي جوه ال layout بتاعي اللي هو من أول ال rectangle لحد الجزء بتاع ال body اللي تحت ده description، يشوف الحاجات دي حجمها قد ايه، وبناء على حجم الكونتنت اللي جوه ده او المساحه اللي هو شغلها هو بيظبط نفسه عليه. بمعنى لو جينا دلوقتي كبرت الطول بتاع الكارد دي بتاعت الصوره، شايفين البادي الخارجي بيظبط نفسه دايما عامل هاج للكونتنت بتاعي. لكن لو جيت وقفت على البادي وخليته بدل ما هو هاج خليته فيكس، ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ لو جيت كبرت دي، شايفين انا الوادي عندي فضل حجمه ثابت، فضل الطول بتاعه ثابت، فملوش علاقة بقى الكونتنت اللي جوه كفى ما كفاش، خرج عنه بقى فيه مسافة زيادة، هو مش فارق معاه، هو دايما فيكست. فلا انا عايزة اعمل ايه؟ عايزة اخلي الوادي بتاع الكارد بتاعي يبقى ريسبونسيف، هخليه هج
كونتنتس، بس انا عايزاه يبقى ريسبونسيف من الناحيه الفيرتيكال بس، يعني يزيد في الطول انما ما يزيدش معايا في العرض. فتعالوا بقى، انا مش عايزه ان انا اعمل كده، مش عايزه دي خالص، انا عايزه دايما العرض بتاعي يبقى ثابت. فهاجي هنا بدل ما الويدث بتاعي هاج كونتنتس هخليه فيكسد ويدث كده، مظبوط كده؟ حتى لو حاولنا تعالوا نعمل دي كده، شايفين البادي بتاع الكارد بتاعي فيكسد زي ما انا قايلاه. ليه؟ لان انا مثلا لو بعمل، لو عندي جريد سيستم انا عامله حسابي ان الكارد دي هتاخد ويدث معين، ما عنديش مشكله ان هي تكبر الطول بتاعها، تمام عادي يكمل لتحت، بس انا مش عايزه الويدث بتاعها يزيد. فعشان كده هاجي على البادي كارد هخلي الفيكسد ويدث، بس الهايت بتاعها يبقى هاج كونتنتس. كده احنا ظبطناها. فهاجي مثلا حتى لو ضفت باراجراف زياده، انا عماله اكرر الباراجراف تاني، الهايت بتاعها ريسبونسيف والدنيا تمام فيه. ايه تاني عندنا؟ طيب تعالوا دلوقتي انا عايزة اعمل ايه؟ ثواني، عايزة دلوقتي اخلي التكست اللي هنا ده، شايفين دلوقتي هو لما بيزيد بيزيد لتحت، يعني ما بيكملش، ما بيجيش يمين وشمال وكده. ليه؟ لان الاوتو لاي اوت بتاعي او التكست ده نفسه، شايفين انا واقفه دلوقتي على اللاير بتاعت التكست، لو جيت هنا هلاقيها معموله فيكسد ويت، فيكسد ويت. دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ ايا كان الكونتنت اللي بحطه فيها، لو زاد عن الويت بتاعي بينزل لتحت مش بيكمل يمين. طب تعالوا نخليها هاد كونتنتس كده، شايفين كمل لبره خالص، ملوش علاقه. لا انا مش عايزاه كده، انا عايزاه يبقى، بس دلوقتي لو حاولت اخليه فيكس هياخد الويتس اللي هو واقف عليه دلوقتي ده ويخليه هو ده الويتس بتاعي. بس لا انا مش عايزه كده، انا عايزاه يبقى جوه الكونتينر بتاعي، يعني يبدأ من اول البوينت دي كده اهو لحد البوينت التانية اللي احنا اللي عندنا دي. طب اعمل ايه؟ يعني معنى كده انا عايزاه يبقى كونتيند جوه الكارد، مش عايزاه يخرج عنها. فهاجي اقف عليه وهلاقي في حاجه اسمها فيلم كونتينر، لو ضغطت عليها كده ظبط نفسه، هو خد الويدث اللي مسموح له بيه جوه الكونتينر الخارجي بتاعه. مش احنا الكورد دي احنا قلنا ان يبقى كده الهايت بتاعها 406، وعاملين الويدث اقصد 406 ومخلينه فيكس، ومخلين البادنج بتاعي يمين وشمال 16. فانا كده اكن الكونتنت الداخلي مسموح له بس ياخد قد ايه؟ ياخد 406 ماينس 32 اللي هو حرفيا 374. فأنا قبل ما أعرف المعلومة دي أنا مش عارفة، أنا كان عندي حطيت تكست وخلاص، والتكست وقت ما حطيته كان الويتس بتاعه 517. فعشان أظبطه إن هو ياخد بس يلتزم بالويتس بتاع الكارد، هاجي هنا بدل ما هو فيكست هخليه في الكونتينر برضو. حتى لو أنا دلوقتي عايزة أحط صورة تانية مثلا جوه الكارد بتاعتي وحطيت الصورة دي، بس أنا لأ أنا مش عايزاها كده، أنا عايزاها تبقى مالية الكارد، يعني مش منطقي أو منظرها مش لطيف إن هي تبقى واخدة بس الحتة دي والسبيس اللي جنب منها فاضي. فهاجي هنا على الويتس برضو، بدل ما هو فيكسد ويتس هخليه في الكونتينر، شايفين هتملى نفسها وتكمل بحيث إن هي تملى المساحة اللي مسموح لها بيها. طب إيه تاني؟ افرض انا عايزه اتحكم ان دلوقتي الكارد بتاعتي دي او الصوره اللي هنا خليها برضو كمان تبقى في الكونتينر. دلوقتي هي فيكسد هايت، فلو انا جيت كبرت ثواني، لو جيت كبرت البطاقه بتاعتي شايفين هيبقى عندي سبيس فاضي، لو السبيس اللي من تحت ده انا مش عايزه كده، انا عايزه الكارد بتاعتي الصورة اللي جوه دايما تطول نفسها بحيث ان هي تملى المساحة الفاضية. فاجي هنا بدل ما الهايت بتاعها فيكست هخليه في الكونتينر. هكذا بقى، هي ملهاش يعني رول معينة، احنا بنفهم الحاجات دي بتعمل ايه وبناء عليها انا بشوف انا عايزة اعمل ايه، والريسبونسيفنس بتاعتي ايه، الكونسترينز بتاعتها، واظبط الحاجات بتاعتي بناء على كده. طيب حاجة زي التكست ده، يعني خلينا نقول ان احنا عايزة الكارد بتاعتي يبقى الهايت بتاعها كده مثلا، والتكست والصورة بتاعتي تبقى كده. طيب دلوقتي هو هيعمل ايه؟ هو مفيش مكان يحط فيه التكست ده،
يعني انا قايله له ان هو الويتس بتاعه يبقى في الكونتينر، بس قايله له ان الهايت بتاعه يبقى هاب، فهو يعني هيعمل ايه؟ ما فيش مكان يودي فيه ده. وحاليا انا خليت البادي بتاع الكارد ده، انا خليته فيكس، انا مش عايزه الكارد طولها يزيد عن كده، هي كده بس. طب التكست ده نعمل فيه ايه؟ عارفين لما التكست بيزيد شويه، زي ما كنا بنقول لما بيبقى فيه تكست كبير شوية بيبقى دايما في الآخر كده بيعمل إيه؟ يعني مثلا أنا عندي الكارد آخرها لحد هنا بس التكست مخلصش، فدايما بتلاقوه حاطط نقط كده اللي هو فيه مور. طب إزاي إحنا نعمل ده بشكل أوتوماتيك؟ لو جينا هنا وقفنا على دقيقة، لو جينا وقفنا على التكست لاير بتاعي اهو، انا عايزه اي مساحه بقى زياده فيه، انا قايله لهم في الكارد اصلا يسيب لي 32 بكسل تحت، بس التكست تو ماتش على الكارد دلوقتي، فنعمل ايه؟ لو جيت وقفت عليه هنا هلاقي الثلاث نقط دول بتوع التايب سيتنجز، او اي دايما يعني سيتنجز زياده شويه هنلاقيها في الثلاث نقط دول. لو جيت ضغطت عليهم هلاقي اول حاجه هنا في الريسايزنج، عندي هنا الهج، هج ده اللي هو اوتو ويتس، لو اتكيت عليه هياخد الويتس الاصلي بتاعه، مش هينزل السطور اللي تحت، مش هيعمل رابنج، فلا انا مش عايزه ده. لو عملت اللي جنب منها دي اللي هي اوتو هايت، دي بيخليني اتحكم شويه في الهايت بتاعي، يعني انا هقدر دلوقتي ارجع اعمله كده ثواني اهو. واقدر اتحكم انا بقى الهايت بتاعه يبقى قد ايه، بس برضو انا مش عايزه كده. في بقى الحاجه التالتة دي، خلونا نرجع تاني ان الويت بتاعه يبقى في الكونتينر. التكست الزياده اللي احنا بنقول عليه ده ازاي بقى نخليه يبين لي ان هو بثلاث نقط كده؟ لو جيت هنا هلاقي في حاجه اسمها ترانكيت تكست، او ان هو يقطع التكست، لو ضغطت عليها المفروض ان هي هتظبط ده، بس الاوتو لاي اوت نفسه واخد فيكست هايت، انا مش عايزاه فيكست هايت، انا عايزاه يبقى في الكونتينر، يلتزم بالهايت بتاع الكونتينر، فهخليه في الكونتينر. تمام، هرجع تاني للتكست بتاعي، اضغط على الثلاث نقط، فين الكونتينر نفسه؟ الكونتينر هي ما ظبطتش برضو، عشان ده كله احنا يعني زي ما انتوا شايفين معايا كده بنجرب لحد ما الدنيا تظبط. انا دلوقتي لقيتها برضو ما ظبطتش، فرجعت للكونتينر الاصلي اللي انا كنت فيه، طلعت ليفل لفوق شويه لقيته ان هو كان فيكست، لا انا عايزاه مش فيكست، انا عايزاه هو كمان يبقى في الكونتينر بتاعه، فهاجي اضغط هنا اخليه في الكونتينر، ظبطت. كانت المشكله في البدايه ان يعني في فكره الليفلز المختلفه بتاعت الكونتينر، ان انا حاطه هنا ده جوه كونتينر تاني، بس الكونتينر التاني كان الويتس الهايت بتاعه مكمل لبره عادي، فما كانش فيه مشكلة، فخليت الليفل بتاعي أعلى حاجة يبقى ملتزم بالكارد بتاعتي، فده كده أهو بقى في الكونتينر، اللي جوه منه ده بقى في الكونتينر، وخليت عملت عليه ايه ترانكيت التكست أهو. فكده طالما التكست بتاعي أزيد، شايفين الخطوط الزيادة دي، عمل لها ترانكيت وعبر عنهم بالتلات نقط دول، فكده ظبطت معايا وبقت الكارد بتاعتي ريسبونسيف، مهما كترت كونتنتس مهما قللت هو ظابط نفسه معايا. كده احنا شفنا ان انا عندي فيكست، ده بيلتزم كده بالرقم اللي انا مدخلاه بالظبط، ملوش علاقة بايه الكونتنت اللي جوه. عندي هاج كونتنتس، ده بيشوف الكونتنتس اللي جوه مقاساتها ومساحتها ايه ويظبط نفسه هو عليها. عندي لو انا وقفت على الكونتنت بقى نفسه هلاقي فيتشر جديده او اوبشن جديد اسمه فيل كونتينر، ساعتها الكونتنت اللي جوه هو اللي بيظبط نفسه على الكونتينر اللي بره. طيب هنا بقى دي مبدئيا الفايل ده مش انا اللي مكريتاه، ده من فيجما، يعني في الكوميونتي فيجما كانت شارحه الاوتو لاي اوت، فهنا لما انزل لكم الفايل في ترايت اوت مثلا ان انتوا جربوا تعملوا اوتو لاي اوت ناف بار، فاهو ببساطه هنسلكت الايتمز دي كلها بدل ما هي تابس مختلفه كده، بدل ما احنا نقعد نعملها مانيوال، لا هنعمل ايه زي ما قلنا نضغط شيفت ايه، شايفين ظبطت دلوقتي نفسها اهو،
عايزة دي تبقى تاني تاب مثلا، هكذا بقص على الحاجة واتحكم فيها. هرجعها تاني بس عشان تبقى عندكم. بعد كده لو عايزة أأد أو ريأوردر أيتمز معينة، أدي دلوقتي اللي عندي ده إيه؟ أوتو لاي أوت أهو، بس فيرتيكال أوتو لاي أوت زي ما احنا شايفين من الأيكون بتاعته. قررت دي اعتبروها تو دو ليست مثلا، مش التو دو ليست بتاعتي، ساعات بزود عليها ايتمز، ساعات بشطب منها ايتمز وكده، فعايزاها تبقى ريسبونسيف، مش كل مره هفضل انا بقى اظبط فيها. فهعمل ايه؟ ادي جوه عندي اهو في نستد اوتو لاي اوت عباره عن ايكون وتكست، والسبيسنج ما بينهم في النص محطوط 12 بكسل. فهي دي الايتم بتاعي، التو دو بتاعي. لو عايزه اكرر واحد كمان ممكن اضغط كنترول دي، شايفين الليسته بتاعتي، بس هي عشان الفريم نفسه من بره صغير اهو. شايفين لو جيت كبرت دلوقتي التو دو ليست بتاعتي ريسبونسيف ازاي؟ طب لو جيت مسحت حاجه برضو ريسبونسيف ازاي؟ فهي دي الفكره، ان انا ببساطه خلاص انا مخليه اصلا. طب هي ليه ريسبونسيف؟ عشان هلاقي هنا ان انا عاملاها هاج كونتنتس، بس الليسته الواحده بقى عاملاها في الكونتينر. ده كده الاكسرسايز ده. طب لو جينا دخلنا عندنا ايه تاني؟ الانستنس بروبرتيز اللي احنا لسه مجربينها من شوية. دلوقتي ادي الكارد اللي هنا دي، لو جينا عدلنا في البادنج بتاعتها، احنا زي ما قلنا عندنا ازاي عدل في البادنج. انا دلوقتي عايزة دي بدل ما هي 16 يمين و16 شمال و16 فوق 24 تحت، عايزة أعكس أخلي مثلا أو أكبر المسافات دي. فهعمل إيه عشان أضبط حاجة زي كده؟ ممكن أجي هنا أهو في البادنج بتاعي خلي 24، وأدي من فوق عايزاها 32، ومش عارفة يمين 24 برضو، ومن تحت 64 مثلا. أنا عارفة هي doesn't make sense دلوقتي، بس يعني أهو ببساطة بقف على الحاجة اللي أنا عايزاها وأغير في الحاجات اللي فيها. طب لو عايزة الكونتنت ده بينه وبين بعضه يبقى مسافات أكبر، هاجي هنا على الجزء ده وأخليها 24 مثلا، فساب لي كده مسافات كبيرة قوي. بس نرجعها تاني بقى مظبوطة. طيب لو عايزين نظبط الريسايزنج، لو عايزة أتأكد إن الكارد بتاعتي، شايفين دي كده لما صغرت الكارد الخط اللي هنا ده ما كانش ريسبونسيف معايا، عايزاه يبقى ريسبونسيف. فهعمل ايه؟ تعالوا نبص كده عليه، لو جينا وقفنا عليه هو هلاحظ هنا انه معمول فيكس. لا انا مش عايزاه فيكس، لو هيبقى ريسبونسيف هيبقى في الكونتينر. فكده شايفين كده بقى مظبوط معايا. فأي حاجة بقى زي ما احنا لسه شايفينها من شوية بلعب في هي فيكسد ولا هاج ولا في الكونتينر. عندنا بعد كده احنا شفنا ايه تاني؟ شفنا الفلكسبل ريسايزنج ده اللي احنا الفيكسد والهاج والكلام ده كله. الهاج هنا هتلاقوا بقى شرح الفيتشرز دي تاني، ان الهاج بياخد حجم الحاجات اللي جوه منه. فادي مثلا الاوتو لاي اوت دي، شايفين الكارد اوريدي كان العرض بتاعها قد ايه؟ 216 بكسل. طب لو ظبطت اللي جوه دي خليتها كبرت، شايفين انا بكبر في اللي جوه بس الكارد بتكبر معايا. ليه؟ لأن الكارد معمولة هج. طب الفيكست، الفيكست ملوش علاقة بقى، أنا مخلية دي أدي الكارد بتاعتي معمولة دلوقتي، لو خليتها فيكست أهو وجيت كبرت اللي جوه دي الكارد ملهاش علاقة، كارد ثابتة معايا. بعد كده إيه في الكونتينر؟ زي ما احنا قلنا أنا دلوقتي الكارد بتاعتي دي ده أوتو لاي أوت أهو، وجوه منه لو حطيت مثلا المربع ده اهو هحطه هنا. المربع ده دلوقتي معمول ايه؟ معمول فيكست. طب لو خليته في الكونتينر هيحافظ على البادنج اللي انا كنت مدياه او قايلاه في العشرين باكس اللي انا قايله عليهم. عندنا بعد كده او حتى اللي هيوضحها اكتر، ان انا امسك دي كده واشدها، شايفين عشان هي معمولة في الكونتينر بتكمل أي مساحة زايدة أنا عدلت فيها. في بقى حاجة نسينا نقولها اللي هي ال constraints. عارفين دلوقتي لو أنا عايزة أظبط ال
كونسترينز عندي، بمعنى ان انا دلوقتي فاكرين الكارد اللي لسه عاملينها من شوية اهي، لو جيت وقفت عليها الكونتنت عندي معمول ايه؟ معمول الاين توب ليفت، بس غير الالاينمنت انا عايزة الكونسترينز نفسها اللي هي دي مثلا. دلوقتي كنا بنتكلم عن الكونسترينز، فانا لو عايز ايه الكونسترينز؟ مش احنا دلوقتي الاوتو لاي اوت من اكتر الحاجات اللي بيساعدني فيها ان انا لما اعمل ريسايزنج الكونتنت يظبط معايا والكلام ده. طب دلوقتي كارد زي دي انا بفكر فيها ازاي؟ لو انا عايزه اريسايز الكارد دي، لو كبرتها مثلا من ناحيه اليمين، او خلوني بس اخدها بره كده عشان نعرف نشوفها كويس. تمام، الكارد دي دلوقتي انا لو عايزه، لو هعمل ريسايزنج للفريم الخارجي اللي بره ده، انا دلوقتي لما هعمل الريسايزنج ده انا عايزه الكارد دي يبقى مكانها فين في الفريم؟ تعالوا كده نجرب. لو انا كبرت الفريم ده دلوقتي كده، الكارد ايه اللي حاصل فيها؟ الكارد على طول دلوقتي محطوطه في نص الفريم، نصه هوريزونتلي ونصه فيرتيكال. ليه؟ لاني لو جيت وقفت على الكارد هلاقي ان الكونسترينز بتاعتها معمولة سنتر وسنتر. طب لا، افرض انا مش دي مش كارد دلوقتي، انا مثلا او رجعوها كده، بس هنتخيل ان ده ناف بار. ثواني، انا اتخيل ان ده ناف بار، يعني ناف بار غريب شوية. الناف بار مش المفروض ان وانا على طول يبقى مكانه فوق مهما كبرت وصغرت الصفحة؟ هو ثابت في الحتة اللي فوق، فعشان كده لو ده ناف بار هبقى عايزة الكونسترينز بتاعته يبقى هنا، ده اختار توب وسنتر. ليه؟ لاني ساعتها مهما كبرت هو واخد دلوقتي ايه، واقف في مكانه فوق، فده طبيعي بالنسبة للناف بار. بس الفكرة ان هو المفروض ده يعني كان طبعا بيبقى واخد الويتس كله، بس فهي دي الفكرة كلها في كونسترينز. أنا خليته دلوقتي اهو ليفت ورايت بدل سنتر علشان يبقى واخد من اليمين والشمال كمان، مش مجرد ان هو محافظ على مقاسه في النص. فهي دي الفكرة في الكونسترينز، بشوف وانا بكبر واصغر الاليمنتس اللي جوه هل في حاجة معينة عايزاها تلتزم بمكان معين، فبقف على الحاجة دي واجي اقول انا عايزاها تبقى ايه بقى، من ناحية اليمين، من ناحية فوق، تحت، هكذا. وفي حاجة كمان، ان انا ممكن اعمل فيكس بوزيشن وين سكرولينج. ده معناه ايه؟ ان مهما عملت سكرول هو مثبت الحتة دي ظاهرة عندي في الشاشة. فدي برضو هترجعنا تاني لمثال الناف بار، هتنفع معايا فيه. تمام، نرجع تاني نكمل. احنا كده اتكلمنا على الكونسترينز، واتكلمنا على التكست ترانكيشن اللي هي العلامة اللي بتقطع التكست الزيادة، وبعد كده عملنا كارد سوا برضو بقوا جربوها، وعملنا ريسايزنج والكلام ده كله. بعد كده عندنا السبيسنج، احنا اوريدي جربنا السبيسنج والدايركشنز، عايزين نجرب بس حاجة في الابديتس بتاعت الاوتو لاي اوت اللي كانت معمولة مؤخرا. لو عايزة دلوقتي عندي افاتارز زي الصورة دي كده، خلوني اطلعها بره اهو. دلوقتي دي عبارة عن ايه؟ او لو انا هكريت حاجة زي كده هكريتها ازاي؟ ببساطة لو طلعت واحدة فيهم، دي عبارة عن ايه؟ عن سيركل عادية خالص، او تعالوا نعمل سيركل اهو مع بعض، ادي السيركل اهو، بس بقى لونها ابيض واخدت شادو زي الشادو اللي معمول هنا، بس انا مش عارفة بالظبط البروبرتيز كانت ايه، فممكن اجي اقف هنا واخد كوبي واجي اقف على دي واعمل بيست، فاخدت الشادو اهو، وفي النص حطينا الصورة بتاعتنا، عملنا الفيل بتاعها بصورة، فبقى عندنا الافاتار ده. طب لو انا دلوقتي بقى عندي كذا افاتار زي ما احنا شايفين فوق، صور مختلفة، ازاي نخليهم بالشكل ده؟ ممكن حد يقول ان هياخد واحدة كده واحطها كده واقعد اظبطها بنفسي، بس الفكرة شايفين انا محتاجة اشوف ان بين هنا وهنا 6 78
من هنا وهنا 82، لا محتاجة أقللهم. طب لو غيرت رأيي، لو صغرتهم، لو كبرتهم، محتاجة أفضل أظبط الحاجات دي مانيوال. فالأسهل من كده إيه؟ ببساطة خلاص أنا عندي شوية صور، تعالوا نعمل عليهم كلهم سيلكت شيفت إيه، فاعملهم لي أوتو لاي أوت، بس أنا عايزة بقى يبقوا فوق بعض. فهنعمل حاجة اسمها نيجاتيف سبيسينج، بدل ما السبيسينج كان 64 12 1 0، لا يبقى بقى بالنيجاتيف، يبدأوا يتحطوا فوق بعض زي ما احنا شايفين فوق كده، في ماينس 50 دلوقتي. دي بس ببساطة ان انا عملت سيلكت عليهم واوتو لاي اوت وعملت نيجاتيف سبيسينج. طب دلوقتي الصورة دي محطوطة فوق دي، محطوطة فوق دي، وهكذا. لو انا عايزة اعكس، لا بدل ما دي هي اللي اون توب، عايزاها تبقى هي اللي في الباتم خالص. هاجي اقف على الاوتو لاي اوت بتاعي واجي على الثلاث نقط اللي هنا، هلاقي في حاجة اسمها كانفاس ستاكينج. الستاكينج بتاعي انا حاطة الحاجات فوق بعض ازاي، حاليا هي معمولة لاست اون توب. انا طبعا في ماشيه من اليمين للشمال، فدي اللاست بتاعتي، اللاست محطوطه اون توب، فانا عايزه اعكس، عايزاها تبقى الفيرست اون توب، فكده اتعكست معايا. بنحدد بقى احنا عايزين نعمل ايه براحتنا، وطبعا بحرك اي حاجه لو عايزه ده يبقى صورته هو في الاول، بعد كده هي، بعد كده ده، بتحكم في ده براحتي. في بس اخر حاجه تقريبا هنتكلم عليها، ال baseline alignment. شايفين الباتن ده ساعات بيبقى فيه باتنز محطوط فيها ايكونز، زي مثلا الايكون بتاعت الشوبينج كارت او كالندر، الكلام ده كله مثلا هنا ابلود فايل وفي مشكلة. فلو عملنا، شايفين دلوقتي ايه اللي حاصل، انا حاطة الايكون دي والتكست ده مع بعض وعملت عليهم اوتو لاي اوت اللي هو شيفت ايه، فظبطهم حطهم الاتنين alignment سوا وعمل عليهم البوردر. بس ايه المشكلة في ده؟ لما جينا اخدنا خط كده زي الخط اللي محطوط المخطط اللي هنا ده، لاحظت ان الايكون دي مش واقفة على الخط بالظبط، فمنظرها مش لطيف شوية لعيني. لا انا عايزة الالاينمنت بتاعتي ما تبقاش هو حاليا ظابطها، ان ثواني اهو عشان تبقى واضحة لينا. ظبطها ازاي؟ ان الايكون دي شايفين الفريم بتاعها اوريدي واخد اهو المسافه دي، والتكست بتاعي واخد برضو الهايد ده، فهو ظبطها كده، ما ظبطهاش بناء على الخط بتاع الالاينمنت بتاع التكست بتاع البيس لاين بتاع التكست. فانا عشان اظبطها ممكن اجي هنا على الادفانسد سيتنجز، بس لا ثواني، هاجي هنا في الاوتو لاي اوت بتاعي، وبعد كده على السبيسنج مود بتاعي. فين ايوه هنا هي اوريدي معموله. شايفين لما جيت هنا على الاوتو لاي اوت بتاعي وفتحت الثلاث نقط، في حاجه اسمها الاين تكست بيس لاين، حاليا هي معموله اوف مش متفعله. لو جيت خليتها على الصح، شايفين هنا ظبطت، خلالي الايكون دي ملوش علاقة بالفريم بتاعها، هو ظبطها لي مع التكست بتاعي مع البيس لاين بتاع التكست. فكل الفرق ببساطة ان انا في البداية كان بيشوف الفريم ده ابعاده ايه والفريم ده ابعاده ايه ويظبطهم سوا، بس ما اخدش في الاعتبار البيس لاين بتاعي او الخط اللي التكست بيرتكز عليه. فانا عايزاه لا يسنتر بناء على الخط ده، فهاجي هنا هقف على اللاي اوت بتاعي، اضغط على الثلاث نقط هنا واعمل انيبل للالاين تكست بيس لاين، هلاقيها ظبطت هنا. هنا بقى في شوية حاجات ممكن تجربوا فيها كتدريب ليكو وبس. كده هو ده الاوتو لاي اوت ببساطة، الفيتشرز بتاعته كلها في الجنب هنا، وكل اللي احنا اتكلمنا فيها هتلاقوه متوضح بأمثلة جوه السلايدز دي اللي هي فيجما كده كده اللي كانت عاملاها. أي أسئلة أو حاجة نتناقش فيها المرة الجاية إن شاء الله. بالتوفيق.